مطروحة فعلا هذه المرة بشكل جدي، خصوصا أن كل من يتعاطى الشأن اليمني من دول العالم سواء على المستوى العربي أم على مستوى العالم يدعو الأطراف اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ هذه المبادرة. ولا بد أن نتذكر أن هذه المبادرة طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي بعد جمعة الكرامة وفي إبريل الماضي، ثم نعم أجرى عليها الرئيس صالح عدة تعديلات، ورضخت دول مجلس التعاون الخليجي لتلك التعديلات، ووصلت إلى تعديلات خمسة. ثم العالم كله لاحظ في 22 مايو كيف وقعت على المبادرة أحزاب اللقاء المشترك، ووقع عليها المؤتمر الشعبي العام، لكن الرئيس هو الذي رفض التوقيع على تلك المبادرة، وظل حتى هذه اللحظة متمنعا عن التوقيع، حتى في قرار التفويض أيضا لم يوافق الرئيس على التوقيع، وإنما طلب من نائبه أن يجري حوارا، قد ينجح الحوار وقد يفشل يعني الحوار. حتى وفق مصدر سعودي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أنه فوضه التوقيع عنه، ليس فقط إجراء الحوار، فوض نائبه التوقيع عنه، يعني ربما هناك نية فعلا للتوقيع. فوضه إجراء الحوار على آلية تنفيذية، ربما يتفقوا على الآلية التنفيذية وربما يختلفون. وقد كانت هناك آلية تنفيذية طرحها جمال بن عمر، تتكون من مرحلتين، أن يصدر الرئيس قرارا أو مرسوما بإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، وأن ينقل سلطاته إلى نائبه، ثم أن يتم إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، وتكوين حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات. تلك هي المرحلة الأولى. ومرحلة ثانية تمتد إلى عامين قادمين، يتم فيها إعادة صياغة الدولة اليمنية على أسس جديدة، وعمل دستور جديد، ومعالجة القضية الجنوبية وحلها حلا عادلا. لكن قرار الرئيس أجهض تلك الآلية التي كان قد تم الاتفاق مع جمال بن عمر وحزب اللقاء المشترك ونائب الرئيس. إذا قرار التفويض هو إجهاض للآلية. لكن يعني سيدي المشكلة ليست فقط في أن الرئيس لا يوقع، يعني نعلم أن شباب الثورة الذين يعتصمون منذ 7 أشهر تقريبا في الساحات لم يوافقوا على المبادرة الخليجية، يعني الذي وافق على المبادرة الخليجية هم أحزاب اللقاء المشترك. طبعا هو من البداية الجماهير في الساحات لا تطالب إلا بإسقاط هذا النظام وبرحيل نظام صالح القاثم على الوطن منذ 33 عاما. ذلك هو كان طلبهم الأول، وذلك هو طلبهم الأخير، ولن يحيدوا عنه قيد أنملة. لكن ما حدث هو أن مجلس التعاون الخليجي والنظام صالح حاولوا أن ينقلوا القضية وكان هناك أزمة بين أحزاب اللقاء المشترك وبين المؤتمر الشعبي، وهذا مجافي الحقيقة. هناك ثورة شعبية نامية صاعدة منذ فبراير، وستستمر ولن تتوقف إلا بعد نسقة النظام. لكن الآن بعد هذه الجرائم الذي ارتكبها هذا النظام، البند الثالث من المبادرة ينص على أن يفلت صالح وأبنائه وأقاربه من العقاب. ولا أتصور أن أحزاب اللقاء المشترك توافق بعد المجازر التي حدثت في اليومين الأخيرين على التوقيع على الآلية التنفيذية. ووجدنا حتى هيومن رايتس ووتش اليوم وتصدر بيانا طويلا عريضا تقول فيه أنه لا ينبغي لأي حوار سياسي أو مبادرة أن تفلت نظام صالح من العقاب، لأنه هذا كلام مجافي للعدالة الإنسانية. طيب سأعود إليك أستاذ عبد الرقيب، ولكن انضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد عباس المساوى الدبلوماسي اليمني في السفارة اليمنية في بيروت. أستاذ عباس أهلا بك، يعني في ضوء ما استمعنا إليه الآن سواء من الدكتور رياض ياسين أو السيد عبد الرقيب منصور، هل تعتقد أن المسألة اليمنية وصلت إلى طريق مسدود في هذه اللحظة؟